قوم هذا الوطن نفسي تناجيه، فعالجوا في المحن جراح أهله. نعم، بعد أكثر من 50 سنة من الاستقلال لا زالت جراح الجزائر لم تلتئم تماما. لقد مزقنا الارتباط بفرنسا سياسيا واقتصاديا إلى حد بعيد، ومهما كانت النقائص والسلبيات والانتقادات فقد خطونا خطوة عملاقة نحو التقدم والرفاهية والعدالة الاجتماعية. فصور العراء والأرجل الحافية ويولد قد اختفت من المشهد الجزائري. إن شبابنا الذي لم يعيش الفترة الاستعمارية لابد أن يتعرف على ما كان عليه الاستعمار وكيف استطاع فرض سلطته على الجزائر رغم شساعة البلاد وصعوبة السيطرة عليها. بطبيعة الحال قوة الآلة العسكرية والقمعية التي جندها الاستعمار هي العامل الأول الذي مكن من التغلب على المقاومة المستميتة والتي لم تنقطع. ولكن الاستعمار لم يكتفي بفرض سلطته العسكرية، بل حاول بشتى الطرق قتل روح المقاومة من خلال إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالمجتمع الجزائري. ستيف بيكو ستيف جان اتيديون سود افريكا بيكو اون دي لارم لا بلو بويسانت دي كولونيزاتور سي لا تيت دي كولونيزي. Voilà ce qu'il dit. Et cela, on le sait depuis la nuit des temps. Donc, si je n'accepte pas la condition d'esclave, il va me tuer. Pour accepter la soumission, le colonisé va glorifier le colon. لم تكن المغامرة الاستعمارية اعتداء عسكريا فقط، بل كانت أكثر من ذلك. فقد كانت عملية ممنهجة ومسطرة للسيطرة الشاملة، تقوم على معارف متنوعة وعلى تصورات إيديولوجية، وتستغل التفوق المادي واختلال التوازن الذي أحدثته الثورة الصناعية في أوروبا. فالحركة الاستعمارية جاءت ضمن سياق تاريخي وفكري يبررها ويعطيها مشروعية بمنظور الأوروبيين، كما أفرزت توجهات فكرية تهيكلت ضمن إيديولوجية وبروباغاندا ساهمت في عملية السيطرة على العقول وإخضاع الأهالي وإضعاف المقاومة، بل ساهمت كذلك في وضع غشاوة على عيون عامة الناس في أوروبا لإخفاء قدر المستطاع الأهداف الحقيقية للاستعمار وإعطائه صبغة أخلاقية مقبولة. تعتبر الإيديولوجيا نظاماً من الأفكار ومن التصورات توجه نظرة الإنسان إلى العالم وتبني معتقداته وقيمه وتوجه سلوكه. لكل مجموعة بشرية أفكاراً تخدم مصالحها، ولكن المجموعات المسيطرة تستطيع في كثير من الأحيان أن تفرض تصوراتها وقيمها، فيقع العبد في وضعية استلاب ويصبح يدافع عن أفكار ومعتقدات تزيد من خضوعه وتخدم مصلحة من يسيطر عليه. فكثيراً ما تعكس الإيديولوجيا علاقات السيطرة في المجتمع وتساهم في تكريسها. Quand on rencontre des gens, ils vous disent le racisme, il reflète quelque chose. C'est faux. Parce que quand on dit il reflète quelque chose, c'est comme s'il y avait d'une part la réalité et d'autre part l'image de la réalité. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas ça. L'idéologie n'est pas un reflet du réel. Elle est un reflet du réel et elle est en même temps un niveau du réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous devenez raciste, vous tuez froidement quelqu'un d'autre. Et donc le racisme devient une force matérielle. لقد استطاع صناع الإيديولوجيا الكولونيالية من تحقيق إجماع حول المشروع الاستعماري، وذلك من خلال المزج بين التأكيد على المصلحة الاقتصادية والسياسية المنتظرة من السطو
والاستغلال البشع للمستعمرات من جهة، والتبريرات الإنسانية والشبه علمية من جهة أخرى. لقد بررت الكنيسة في البلدان الكاثوليكية استعمارها لأمريكا اللاتينية واستعبادها لشعوبها بواجب إدخال الشعوب المستعمرة في الديانة المسيحية. وقد استفاد العديد من رجال الكنيسة من السلطة والامتيازات التي منحتهم إياها الأسلحة الفتاكة لجيوش الغزو الاستعماري، ولكن البعض منهم وقف ضد الاستعباد وإخضاع الأهالي، خاصة عندما يقبلون بالديانة المسيحية. وهذا ما كان يزعج التجار والمغامرون الذين اكتسبوا أموالاً طائلة من المستعمرات. ومن جهتها تضايقت الكنيسة من اكتناز الأموال ومن ممارسة الربا واتساع سلطة هؤلاء التجار. C'est le début d'un immense conflit qui va y avoir entre l'Église et cette nouvelle classe de commerçants qui vont devenir plus tard les manufacturiers. Ça veut dire qu'ils vont devenir l'industrie. C'est quoi l'essence du conflit? L'essence du conflit. C'est que l'Église, à partir du drame de la découverte des Américains de Christophe Colomb dont je vous parlais, lorsqu'il faisait tuer tous ces barbares dénudés des Caraïbes, l'Église voulait les récupérer en tant que chrétiens. Parce qu'il gagnait des âmes. Il gagnait de nouveaux fidèles. Et donc pour l'Église, c'était de bonnes actions. Mais une fois que vous les acceptez en tant que chrétiens, ces noirs, ces esclaves, ces colonisés, ils deviennent vos frères en religion. Le problème, c'était celui-là. C'est que l'Église était aussi un problème d'exploitation de ces esclaves. C'était un problème. Et c'est à ce moment-là, entre autres pour cette raison, que dans les grands ports, notamment à Rotterdam, mais pas seulement, on va commencer à introduire le nom d'homme. On va se préoccuper non plus du croyant mais de l'homme. ومن أجل إضعاف سلطة الإقطاع والكنيسة، لجأت البرجوازية إلى تشجيع البحث العلمي وحرية الفكر ورفض الولاء للكنيسة وتعويض الانتماء للمجموعة الدينية المسيحية بالانتماء للإنسانية. فبارزت مفاهيم الإنسانية البرجوازية التي حاولت أن تعيد إحياء التراث الفلسفي اليوناني وتؤكد على العقل كمصدر للحق والأخلاق وكأساس لتحديد ماهية الإنسان. فالعقل بالمنظور الأوروبي أدى إلى تكريس التمييز العنصري بين الشعوب الأوروبية وغيرها، لأنه اعتبر حكراً على أوروبا. Naissance du concept d'homme, ça va être une grande frontière. À partir de là, l'Europe est rationnelle. L'Afrique, elle est émotionnelle. C'est un gars qui va accepter ça. Il va dire, oui, Anna, c'est l'émotion, les noirs. Eux, c'est la raison. Une fois qu'ils ont dit ça, à un moment donné, ils peuvent accepter que nous soyons des êtres émotionnels. Voilà, mais c'est tout ce que vous êtes. Mais alors là, ils vont en faire. Ils vont exagérer. Ils vont parler de l'art nègre, de la musique arabe, de je sais pas quoi. Et ils vont nous regarder, ils sont bien pour toi. C'est ce qu'ils veulent. Voilà. Mais vous n'êtes pas rationnel. Et l'Europe va aller plus loin. Elle va construire le mythe que elle, c'est la science. توازي للتوجه نحو التراث الإغريقي اليوناني لمواجهة الأفكار اللاهوتية للكنيسة، عرف عصر ما يسمى بالنهضة الأوروبية اهتماماً بالعلوم الطبيعية، وظهرت النظريات المادية لتؤكد على الطابع الطبيعي للإنسان. ففي سياق تصنيف الكائنات الحية، ظهرت نظريات تصنف البشر إلى مجموعات عرقية متميزة فيما بينها ومنفصلة تماماً. ولم تكتفي هذه النظريات
بتصنيف وقياس الخصائص الجسدية المميزة بالنسبة لهم بين البشر، بل قامت بعملية ترتيب سلمي للمجموعات العرقية، معتبرة أن الرجل الأبيض هو في آن واحد أصل البشرية وأعلى مراتبها. On a, au fur et à mesure, ça a duré quand même 3 siècles. Réfléchis à cette histoire que ils sont pas comme nous. Il leur manque quelque chose. Ils sont dénués de quelque chose. Alors ils vont être dénués de raison. Ils vont être soumis à leurs instincts. Ils comprennent pas très bien. Ça va durer des siècles, ça a duré 3 siècles. Par exemple, Rousseau va être gentil. Parce qu'il va dire qu'il y a de bons sauvages. Et s'il y a de bons sauvages, il y a de mauvais sauvages. Mais Voltaire va aller beaucoup plus loin. Il va dire, mais en quoi ce type-là, il me ressemble? De négociants en liqueur sur les Caraïbes. Il va pas accepter que les esclaves noirs qui travaillent là-bas soient ses frères. Il me dit comme ça. Sauf qu'on ne vous le dit pas. Sauf qu'on ne vous dit pas que Voltaire a combattu l'Église parce qu'il ne voulait pas que ses esclaves soient. Non, pas ses égaux, il n'était pas ses égaux, c'est semblable. ووجدت البرجوازية والمثقفون المدافعون عن الاستعمار ضالتهم في نظرية التطور لداروين الذي مدهم بتفسير شبه علمي للفروق الملاحظة بين المجموعات البشرية، والتي تحولت من فروق مرتبطة بالبيئة والتاريخ إلى فروق مرتبطة بدرجة التطور، كما مدهم بالتبرير الكافي لعمليات إبادة مجموعات كاملة في أمريكا وأستراليا من أجل الاستحواذ على أراضيها. فقانون الانتقاء الطبيعي للكائنات الذي وضعه داروين لتفسير التغيرات الملاحظة بين الكائنات الحية أدى إلى مقولة البقاء للأصلح، وتحول عند داروين وغيره إلى حق في القتل ونهب الخيرات والتخلص من الأجناس التي حكم عليها العقل الأوروبي بأنها متخلفة ولا تستحق البقاء. فالغرب الاستعماري أسقط الموانع الأخلاقية والدينية عندما تحول القانون الطبيعي إلى مبرر وقانون أخلاقي. Concept meurtrier pour la pensée. C'est le concept de progrès. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ et puis il y a des niveaux d'élévation, de développement. Il dit meurtrier parce qu'on le retrouve, y compris chez les grands révolutionnaires. Ils vont parler de progrès. On tombe dans une folie, dans une société de folie pure. C'est-à-dire qu'on ne savait même pas. Quelle était la fonction des neurones. Mais on s'est mis à calculer les cerveaux. عرفت أوروبا تيارا فكريا آخر ساهم في منح الاستعمار مشروعية، ألا وهو التيار الوضعي. فهذا التيار خدم الاستعمار من خلال نظرية تطور أخرى وضعها أوغست كونت، تنص على مرور البشرية عبر 3 مراحل: المرحلة اللاهوتية، ثم المرحلة الميتافيزيقية،
وأخيراً المرحلة الوضعية التي بالنسبة لمنظري هذه المدرسة تمثل قمة التطور، والتي ستؤدي إلى حل مشاكل البشرية بالعلم والتقنية. فقد أدت هذه النظرية إلى اعتبار الاستعمار عاملاً ضرورياً لنشر العلم والتقنية وتوحيد النوع البشري وإيقاظ الشعوب المستعمرة من سوباتها لإدخالها عنوة في مسار التقدم وحل المشاكل المعيشية المختلفة الناتجة بالنسبة لهم عن عدم تجاوز الشعوب لمراحل سابقة يسيطر فيها الفكر الخرافي والديني على العقول. لقد ارتبطت المدرسة الوضعية بالتيار الذي أنشأه سان سيمون، وساهم أتباع هذا التيار في توجيه العملية الاستعمارية وتشكيل ما كانت تعتبره البروباغندا الاستعمارية استعماراً إيجابياً. كتب الكثير حول هذه الجماعة، وأقول جماعة عن عمد، لأنه فيما بعد في الحقيقة تطورت إلى كنيسة كان على رأسها بروسبير أنفانتان، الذي أصبح يسمى لبير أنفانتان. لكن فضلا عن بروسبير أنفانتان، هناك أيضا مجموعة كبيرة من الساسة والضباط والمهندسين والأطباء إلى آخره، الذين كان لهم دور فيما يتعلق بالاستعمار في الجزائر. يمكن أن نقول أن دور الساسمونيين كان يتلخص في الدفع بفكرة أساسية، ألا وهي إمكانية وجود استعمار جيد لطيف طيب إلى آخره، إلى جانب استعمار سيء وغير مقبول من جهة ثانية. وهذه الفكرة هي التي استمرت فيما بعد طوال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، بل استمرت إلى غاية قانون 2005 المشهور. كان الرجل الأوروبي ينظر إلى الآخر من خلال نفسه، فكان يعتبر نفسه مقياس التطور والحضارة، وما يختلف عنه من حيث الفكر أو القيم عبارة عن تأخر في مسار الحضارة. فالدراسات المندرجة ضمن العلوم الإنسانية كانت كلها تعبر عما يعرف بالمركزية الأوروبية، لوروبيوسنتريزم. في علاقة وطيدة بالتمييز العرقي الذي جعل الرجل الأبيض الأوروبي في قمة البشرية من حيث مستوى الذكاء والأخلاق، قام رجال الفكر في أوروبا بتمييز آخر يتجاوز الفرد ويهتم بالجماعات البشرية، فقاموا بترتيبها حسب مستوى تطور الحضارات. فالحضارة تكمن في بناء المدن وتطوير التقنية والعلم، وبطبيعة الحال وضعت أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية نفسها في قمة هذا الترتيب، وما عداها فهو إما في مرتبة البربرية أو التوحش. وكان الاختلاف بين المفهومين دوراً كبيراً في توجيه السياسة الاستعمارية في تعاملها مع السكان الأصليين للبلدان المستعمرة. Le sauvage, au fond, c'est l'homme sans qualité, sans histoire, sans civilisation, sans religion. Et dans le cadre de ce qu'il faut bien appeler le racisme scientifique qui émerge fin 19e, début 20e, la figure emblématique du sauvage, comme on le dit à l'époque, c'est le nègre. Comparativement à cela, le barbare, ce n'est pas celui qui est sans civilisation et sans religion, c'est au contraire celui qui a une civilisation et une religion, et c'est bien le problème. Et une civilisation et une religion qui est réputée faire obstacle à la marche en avant de la bonne civilisation, c'est-à-dire de la civilisation européenne en général et de la civilisation française en particulier. Cette civilisation, cette mauvaise civilisation du barbare, dont la figure est notamment celle de l'arabe, permet là aussi, là encore, de comprendre certaines des méthodes employées par l'armée d'Afrique pendant la conquête de l'Algérie, et permet de comprendre aussi le surgissement d'un certain type de discours et de représentation, et on en revient encore une fois aux représentations très négatives majoritairement de l'islam. عندما نتفحص الخطاب الكولونيالي
نلاحظ تماسك متين بين ثلاث عناصر. أولاً، الجشع والرغبة في التوسع والسيطرة والبحث عن عناصر القوة في المستعمرات لمواجهة الخطر الذي تمثله البلدان المجاورة. وثانياً، الأفكار والنظريات العنصرية. وأخيراً، أفكار ترتكز على إيديولوجية التقدم وتعتبر أن واجب أوروبا يكمن في نشر العلم والتقدم والحرية والحضارة. فهذه العناصر متماسكة فيما بينها وتشكل نسقاً فكرياً يمد الساس بعناصر بروباغندا فعالة في المجتمعات الأوروبية، تجعل من الاستعمار في آن واحد حقاً وواجباً وضرورة سياسية واقتصادية واجتماعية. ابتداءً من العشرية الأخيرة من القرن التاسع عشر، أصبحت المطامع الإمبريالية قضايا وطنية في البلدان الأوروبية، وذلك بفعل دعاية مشبعة بالوطنية. ففي فرنسا تم تكوين وكالة وطنية للمستعمرات تحت إشراف ألبير سارو، وقد سعت إلى تكثيف العمل الدعائي لإقناع الشباب بالالتحاق بالمستعمرات والاستثمار بها. لقد لعبت المعارض الكولونيالية في فرنسا وبلدان أوروبية أخرى دوراً كبيراً في نشر الثقافة والإيديولوجيا الكولونيالية وتغذية المخيلة الأوروبية بصور تثير الفضول والرغبة في السفر لاكتشاف شعوب غريبة خاضعة للأوروبيين أصبحت تحت تصرفهم وفي متناول رغباتهم المختلفة، كالرغبة في التملك والرغبة في السيطرة وتسخير الأهالي لخدمة الاستعمار والرغبة في إقناع الذات بقيمة الرجل الأبيض وتفوقه بالمقارنة مع غيره. كانت المعارض تؤكد على الاختلاف في المركز الاجتماعي بين الرجل الأبيض والأهالي القائم على اختلاف في مستوى التحضر، حتى سميت هذه المعارض بحدائق الحيوانات البشرية لزويما. وفي آخر معرض في سنة 1931 أكد المنظمون على عظمة الأمبراطورية الفرنسية التي أصبحت رمزياً تسيطر وتستوعب شعوباً وحضارات متنوعة. إن مظاهر الثقافة المحلية التي كانت تقدم للفرنسيين على أنها ثقافة أصيلة لم تكن سوى مظاهر فولكلورية هدفها إثارة فضول الفرنسيين وغيرهم وتأكيد تأخر هذه الشعوب. لقد أشرف على هذه الحدائق الحيوانية المخصصة للبشر رواد الحركة الاستعمارية كليوتي وسارو وغيرهم، وأرادوها أسلوباً تثقيفياً وتربوياً للأوروبيين من أجل تكسير الموانع الأخلاقية والسياسية التي قد تحول دون المغامرة الاستعمارية. فالوقاحة الكولونيالية قد تجلت في أسطع صورها من خلال تجريد الآخر الغير أوروبي من إنسانيته والحط بقيمته لجعله في مستوى الحيوان والتنكر لكيانه وكرامته وتحويله إلى شيء ترفيهي يجلب الفضول. ففي معرض 1931 تم إعادة تشكيل معابد بأكملها ولكنها جردت من قدسيتها، فأصبح منبر المسجد المقام في باريس يحمل لافتات إشهار للخمر، وتحول المعبد البوذي إلى تحفة فنية تدل على قدرة فرنسا التقنية وكفاءتها في استيعاب حضارات أخرى وتحويلها عن معانيها وقيمها. من خلال هذه المعارض وتأثيرها على مخيلة الأوروبيين وتأكيدها على حيوانية أهالي المستعمرة، تصبح الممارسات الاستعمارية القائمة على العنف والاستغلال والتنكر للمساواة أموراً عادية ومقبولة تبررها مظاهر التوحش التي يتفنن المسؤولون في عرضها والترويج لها.
في الجو الفكري المشبع بالتصورات العنصرية والأطماع التوسعية، قامت فرنسا بغزو الجزائر وإلحاقها بفرنسا، وقدمت لشعبها وللعالم مجموعة من المبررات الواهية محاولة إخفاء الأسباب الحقيقية للغزو. En ce qui concerne la conquête de l'Algérie et la prise d'Alger en 1830, cette colonisation a effectivement reçu un soutien politique très important pour des raisons qui sont liées notamment à la concurrence avec la Grande-Bretagne. Il faut rappeler qu'à l'époque, à la suite de la Révolution française, à la suite des défaites napoléoniennes, globalement la France a perdu l'essentiel de ses colonies et n'a plus à proprement parler d'empire, dans un contexte où, à contrario, la Grande-Bretagne demeure la première puissance impériale du monde, la première puissance économique, la première puissance maritime et la première puissance militaire et navale notamment. Et dans ce contexte de concurrence, nombre de responsables politiques font l'analyse que la France risque, si elle ne conquiert pas un certain nombre de territoires, de devenir une puissance secondaire à la fois en Europe et dans le monde. Et la colonisation de l'Algérie, dans ce contexte-là, va apparaître comme ce qui va permettre à la France de rétablir une certaine forme de parité avec la Grande-Bretagne, en tout cas comme une sorte de sursaut à la fois national et colonial, d'où effectivement un soutien parfois enthousiaste, et faut-il le rappeler, par exemple, y compris de Victor Hugo, qui salue la nomination du général Bugeaud au poste de gouverneur général. ارتبط اسم الكاتب الفرنسي فيكتور هوغو بجان فالجان وكوزيت وبالحب المستحيل بين إزميرالدا وكازيمودو، ولكنه لم يكتفي بتصوير البؤس والغبن الاجتماعي الذي كانت تعيشه فرنسا في زمانه، فقد دافع بالكلمة والقلم وبشراسة عن المشروع الكولونيالي. quand il parle dans son discours sur l'Afrique, il dit voilà nos pardons pour civiliser les barbares. Alors il le dit non seulement pour l'Afrique, il dit cette terre qui est quasiment vide, où les barbares attendent la civilisation, il parle aussi des Algériens. Mais une de ses phrases célèbres, c'est de dire que le soldat doit marcher devant le colon. Parce qu'il disait tout simplement que le barbare, lui, ne comprend pas la mission civilisatrice du colon. Il est incapable de comprendre, mais pour lui expliquer, il faut le battre. La colonisation de l'Algérie, qui est très vite pensée pour un certain nombre de raisons, de proximité, de climat réputé favorable, très vite donc pensée comme une colonie de peuplement vers laquelle vont converger, de gré ou de force, les classes pauvres et dangereuses du XIXe siècle. L'idée étant, c'est un lieu commun à l'époque, d'essayer de transformer les prolétaires en propriétaires. لقد رأى فيكتور هوغو في الاستعمار فرصة لتوحيد أوروبا وحلاً لمشاكلها الاجتماعية وتجاوزاً لصراعاتها، ولكن الواقع كذب آماله، فالتنافس والصراع في أوروبا لم يتوقف، والسباق نحو المستعمرات زاد من توتر العلاقات الدولية. ورغم كل ما كان يصل فرنسا من أخبار عن مجازر ومآسي الشعوب المستعمرة، استمر التشبث بالجزائر وبالنهج الكولونيالي خلال الجمهورية الثالثة. Les républicains, disons dans leur ensemble, sont favorables au maintien de la France en Algérie pour des raisons de prestige, pour des raisons de puissance.
et parce qu'ils pensent qu'effectivement, le rétablissement de la France comme une grande puissance européenne et mondiale passe par la conquête d'un empire colonial. في خضم الغزو المقاومة المستميتة للجزائريين، جند المستعمر خياله كي يبرر همجيته، فتحول في خطاب العساكر والساسة إلى حيوان ضار يجب التخلص منه بمختلف الأساليب، فقد أصبح على لسانهم ضبعاً وثعلباً ماكراً وأفعى مخادعة أو من الكواسر التي تنقض على ضحيتها دون شفقة أو إنذار. وأدى تجريد الأهالي من إنسانيتهم إلى مجازر شنيعة راح ضحيتها الآلاف من الجزائريين. On assiste effectivement à un phénomène assez classique dans ce type de conflit, c'est ce que j'appelle la bestialisation de l'ennemi, qui joue un rôle essentiel pour comprendre le développement des violences extrêmes, violences extrêmes à la fois employées contre des combattants qui ne sont pas pensés comme des soldats d'une armée régulière, mais qui sont pensés comme des rebelles, comme des partisans, on peut le dire aussi, ou comme des terroristes. Ce qui fait que ceux-là peuvent être tuables, torturables. Et parmi les représentations de ces rebelles et le vocabulaire employé pour les désigner, il y a cette phrase célèbre du général Bugeaud qui dit « enfumez-les comme des renards ». Et effectivement, dès lors que l'ennemi non conventionnel est assimilé à une bête sauvage, nuisible qui plus est, cela va effectivement justifier des traitements, disons, exceptionnels comparativement aux traitements qui peuvent être ceux d'un soldat d'une armée régulière. Le soldat d'une armée régulière, lui, dès lors qu'il n'est plus en état de combattre, dès lors qu'il donne les signes conventionnels qu'il souhaite se rendre, il cesse d'être tuable. لقد استطاع الاستعمار الفرنسي فرض سلطته عن طريق المجازر الشنيعة والأرض المحروقة والنفي والتشريد وسياسة فرق تسود، ولكنه لم يكتفي بذلك، فقد جند كل طاقاته من أجل إنجاح المشروع الاستيطاني، وتقاسمت الأوساط المختلفة الأدوار فيما بينها من أجل التخلص من المقاومة وفرض السطو على الأراضي والاستغلال الفاحش لليد العاملة، وواقعا سياسيا وثقافيا غريبا عن البلاد والعباد. المفكرون والعلماء أنتجوا المفاهيم والنظريات وقاموا بالأبحاث التي من شأنها تبرير الاستعمار ومد العساكر والساسة بالمعلومات الاجتماعية والثقافية التي تمكنهم من السيطرة المعنوية على الأهالي وتحريف مسار العنف حتى لا يصيب المستعمر. فالفكر الاستعماري قد جند كل الخبراء والمختصين من علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا والمختصين في الثقافة السوسيولوجية والتاريخ وعلماء الآثار وغيرهم لمحاولة تبرير وجودهم في الجزائر، وبالتالي كل فعل أو تصرف يصدر عن هذا الأهلي يجب أن ينظر إليه من زاوية خاصة. فالجزائري إذا قاوم الاستعمار، إذا حمل السلاح ضد الاستعمار رافضا للهيمنة والسيطرة والاحتلال، فلا ينظر إليه على أنه مقاومة، بل هو ردة فعل آنية سببها يعود ربما إلى التعصب الديني من جهة، أو رفض الحضارة، لأنه في نظر هؤلاء أن الأوروبي جاء من أجل نشر الحضارة. وقام الساسة ورجال الصحافة والعساكر بنشر النظريات المبررة للاستعمار وتوظيفها عمليا في تشويش الوعي وتفريق فئات الأهالي وإضعاف المقاومة، بينما قام رجال الدين والمعلمون والأطباء بإعطاء صبغة أخلاقية ودينية مقدسة للعملية الاستعمارية، وقاموا بمنح المشروعية والصبغة الإنسانية للنهب والعنف الاستعماري، كما ساهموا في إضعاف المقاومة من خلال تحويل فئات من الشعب عن انتمائها الحضاري وسلخها عن شعبها. L'évangélisation a effectivement été associée à la période coloniale. Les prêtres envoyés en mission, et plus généralement les missionnaires, sont pensés comme devant jouer un rôle essentiel de civilisation, et plus précisément, c'est un grand thème de la fin du 19e et du début du 20e siècle, devant jouer un rôle essentiel dans ce qu'on appelle à l'époque la conquête des cœurs.
L'idée étant effectivement, par le biais du christianisme, d'être capable donc de conquérir les indigènes. Et de ce point de vue-là, l'évangélisation est pensée comme une sorte d'adjuvant à la pacification, et permettant donc, après la période de la conquête, d'établir une domination coloniale qui soit, autant que faire se peut, exempte de violence et de guerre. لقد عرفت الجزائر حركة استكشافية هائلة قام بها العساكر والمغامرون ورجال السياسة والأدباء والمعمرون والأطباء وغيرهم من كان يهوى الوصف والإنشاء والتنظير، فكثرت الكتابات المتعلقة بالجزائر وكانت لصيقة بالمغامرة الكولونيالية في تطورها والتغيرات التي طرأت عليها. فكما هو معلوم يعني عندما غزا نابليون بونابرت مصر أخذ معه جيش من العلماء في أواخر القرن الثامن عشر، تقريبا نفس الطريقة تم تطبيقها أيضا في الجزائر. فبعد أن تمكن الاستدمار الفرنسي من تحقيق انتصار عسكري على الجزائريين، شرع كذلك في دراسة المجتمع الجزائري، دراسة اجتماعية، أنثروبولوجية، ثقافية، دينية، بهدف معرفة أعماق وأغوار المجتمع الجزائري ودواخل المجتمع الجزائري، حتى يستطيع أن يتحكم فيه أكثر، وحتى يستطيع أن يوجه ضربات قاسمة لهذا المجتمع. فبعد الاحتلال ظهرت كتابات عديدة تصف المستعمرة وسكانها وتحاول أن تدرس تركيبة المجتمع ونقاط الضعف والقوة من أجل التغلب على المقاومة. ومنذ البداية بدأ التمييز الراديكالي بين العنصر العربي والقبائلي. في 1844 أشار بيجو اللي كان حاكم في الجزائر إلى هؤلاء الضباط المكلفين بجمع المعلومات حول الشعب، جمع الشعر والقصة والحكايات والدراسة الاجتماعية والأنثروبولوجيا. واش قال لهم؟ قال لهم ابتداء من اليوم المطلوب منكم أن تكتبوا وأن تدونوا وأن تذكروا أننا وجدنا في الجزائر شعبين اثنين متناقضين لا شيء يجمعهما، وهو الشعب البربري والشعب العربي. إذن هكذا كانت الانطلاقة. وهناك العديد من الضباط الذين كلفوا بدراسة المجتمع الجزائري احترموا هذه القاعدة المفروضة من طرف بيجو. أسماء كثيرة، عندنا دوما، أوجين دوما اللي كتب لاكابيلي، عندنا إيميل ماسكاري اللي كتب فورماسيون دي سيتي، تكلم على الأوراس وبنيمزاب ومنطقة القبائل حيث يتركز العنصر الأمازيغي، عندنا كاريت، عندنا هانوتو ولوتورنو اللي كتب كتاب مهم حول العادات والأعراف القبائلية. وقد نشطت في هذه الفترة المكاتب العربية في إنتاج معرفة عملية خدمة للجهاز القمعي والعسكري، وتعرفت على التركيبة البشرية للقبائل التي تعيش على التراب الوطني والعلاقات فيما بينها وكيفية استقطاب البعض منها وتجنيدهم ضد المقاومة. في 1899 هناك قام مسؤول يعني إدارة الشؤون العربية بجمع شعر الأمازيغي في منطقة القبائل، والشعر هذا يسمى إسماعيل أزيخيو. هذا إسماعيل أزيخيو قال ديوان كله حول ثورة 1871 إذن أكيد أنه ينقد الاستعمار الفرنساوي. ورغم ذلك جمعه لوسياني الذي كان مسؤولا في إدارة الأهالي، اللي بيرو عرب هي إدارة الأهالي، ونشره في لا ريفيو افريكان. علاه؟
باش يفهم نفسية الجزائري المنهزم وكيف يفكر في مواجهة الاستعمار مستقبلا. لقد عانت منطقة القبائل كثيرا من الاستعمار الفرنسي، وكادت رافضة للسلطة الفرنسية منذ بداية الغزو، لكن الاستعمار سعى في إطار سياسة فرق تسود بكل الطرق لكي يميز هذه المنطقة عن باقي المناطق ويوهم سكانها بأنهم أقرب إلى الحضارة الأوروبية من غيرهم، وأنه يعمل على ترقيتهم وإدماجهم. إذا كان رجعنا أوجان دوما اللي كتب كتاب لاكابيلي، هو يعني أعلنها صراحة يعني بطريقة وقحة بين قوسين، يعني بطريقة غير أخلاقية، يقول لك القبائلي شباب والبربري شباب والعربي ما ماشي شباب، والبربري القبائلي يحب العمل يتفانى في خدمة الأرض وفي غراسة الأشجار، والعربي كسول، والمرأة القبائلية جميلة والمرأة العربية غير ذلك. يعني بهذه الطريقة، بهذه الطريقة الكتاب نتاعو من أجل إحداث تصدع في المجتمع الجزائري. هانوتو الذي كتب حول العرف القبائلي كتاب مهم، يعني فيه ثلاث أجزاء طرواتون، يقول الهدف نتاعو من بعث العرف حاولت فرنسا أنها تقضي في منطقة القبائل على القضاء الإسلامي مقابل تشجيع العرف، وكان هذا تمهيد من أجل توفير شروط النجاح للعدالة الفرنسية وللقانون الفرنسي. وتجند الفنانون لتمجيد السطو والجريمة وتخليد العمليات العسكرية الدنيئة، كما فعل أوغاس فيرني عندما رسم لوحة ضخمة لتخليد همجية الاستعمار عندما تعرض الدوق دومال للنساء والأطفال في العاصمة المتنقلة للأمير عبد القادر. وقام المؤرخون من جهتهم بتشويه صورة أبطال الجزائر، وبذلوا كل ما في وسعهم ليحطوا من شأنهم. التشويه الذي طال تاريخ الجزائر وطال أيضا مقاومة الجزائريين ورفضهم الاستعمار تعداه أيضا إلى تشويه الرموز الوطنية والزعامات الجهادية وقيادات المقاومة في محاولة لإفراغ المقاومة من محتواها عن طريق ضرب قادة هؤلاء المقاومات. فمثلا عندما نتكلم على مؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر، ينظر له من زاوية أنه رجل دين، بأنه رجل صوفي بعيدا عن تأسيسه لدولة. عند الحديث عن أحمد باي كذلك يصور بأنه يدافع عن سلطة شخصية، فهو تركي، وبالتالي عندما ضاع منه الحكم فهو يدافع من أجل استرجاع هذا الحكم. عند الحديث عن المقاومة المجاهدة لالا فاطمة سمر، هناك حديث على علاقات مشبوهة لهذه المرأة، وبأنها أصيبت بنوع من المس، وبالتالي كل تصرفاته الجهادية تدخل ضمن هذه الخانة. ونفس الشيء طال باقي قادة المقاومات، والهدف كان واضح، هو إفراغ المقاومة من زعاماتها من خلال التشكيك في تصرفاتهم، وبالتالي ضرب المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشر، وهذا استمر حتى أثناء الثورة التحريرية. La science vient au secours du projet d'idéologie coloniale. Donc produire des idées avec, entre guillemets, sur la base scientifique, dire que l'Algérien a tous les aspects d'un être primitif, il est instinctif, c'est-à-dire en plus de ça, que l'Algérien a des pulsions criminelles, c'est-à-dire qu'il a le crime dans le sang. Antoine Porot a créé l'école de psychiatrie d'Alger. Et l'école de psychiatrie d'Alger sont allés dans le même sens que l'école de médecine pour dire
que les Algériens, c'est une catégorie de primitifs, ils sont instinctifs, ils sont près des animaux, ils ont tout l'état qu'on peut mettre sur un primitif. Et surtout, ils n'ont pas de conscience et pas de morale. ومع انطلاق سياسة الاستيطان تجند مثقفو الاستعمار لدراسة القوانين المحلية التي تحكم ملكية الأرض وخدمتها واستغلالها. كما اهتم علماء الطبيعة والنبات بالسلالات النباتية والمناطق التي يمكن أن تزرع فيها وأنشأوا من أجل ذلك المزارع النموذجية جاردان ديسي لتمكين النباتات المختلفة من التأقلم مع المناخ الأكليماتاسيون. فالجزائر أرضاً وشعباً أصبحت مجالاً للتدجين والتجارب المختلفة لدراسة إمكانيات تأقلم ما هو دخيل وأجنبي على الأرض. كان بوغي دو سان فينسون من أبرز علماء الطبيعة والجغرافيا في فرنسا، التحق بالجيش وأصبح مسؤولاً عن بعثة علمية في عام 1939، وكان يمثل أحد العلماء المتميزين بفضولهم ودفاعهم عن الحقيقة وبروحهم العلمية. عمل على تصحيح الأخطاء المتعلقة بالجزائر فيما يخص المناخ والغطاء النباتي وأساليب الفلاح، وقد أدى ولاءه للمصالح الاستعمارية إلى تزييف الحقائق المتعلقة بعدد سكان المستعمرة، فقد قدر عددهم ب400,000 نسمة، بينما كانت تقديرات أخرى تحدد عددهم بعدة ملايين. وقد استغل هذا التزييف لإقناع الفرنسيين بأن الجزائر أرض بدون شعب ويجب تعميرها. فالمعرفة العلمية كانت بالنسبة لهذه البعثة أداة لتحذير الاستيطان من مختلف النواحي، من خلال معرفة البيئة الطبيعية والبشرية وتحفيز فئات من الأوروبيين للانتقال نحو الجزائر. بالنسبة للأثريين خاصة معرفة الآثار الرومانية كانت مشهودة بالكثير في الشرق الجزائري، وهذا العقلية نتاع الغوفرنور ولا نتاع الجنرال هو يعني وضع يعني جسر بين الماضي الروماني والحاضر الفرنسي، الحاضر يرجع للماضي. معرفة الماضي باش يقربوهم تاريخ روما وأوروبا إلى آخره، هو معرفة الماضي لمعرفة الطرق، على أساس الطرق الرومانية كانت يعني طرق صحيحة إلى آخره، وكانت الأغلبية الطرق الرومانية هي اللي كانت مستعملة بالنسبة لجميع الحضارات اللي فاتوا هنا من الفتوحات الإسلامية حتى نهاية العهد العثماني، كي يعرفوا الطرق يعرفوا البلاد. لقد سعى الاستعمار في الجزائر بكل قواه لتشويه تاريخ البلاد، موظفاً الخيال السينمائي والدراسات التاريخية ودراسات ما قبل التاريخ لتبرير احتلاله وإضفاء الشرعية عليه. حاولت المدرسة الإعمارية أيضاً أن تذهب بعيداً إلى عصور سابقة وغابرة في محاولة لإبراز أن كل المراحل التي مرت بها الجزائر هي مراحل استعمار من طرف أجنبي، حتى الفترة الإسلامية
والدويلات التي قامت في الجزائر وما يعرف بالمغرب الأوسط أنذاك، حول الفرنسيون اعتبارها مرحلة الاحتلال من طرف العنصر العربي، وقاموا بعدة دراسات في محاولة لإثبات بأن المنطقة أو هذه ما يسمى بالمغرب الأوسط لها امتداد في التاريخ القديم، يعود ويرتبط بالتاريخ الروماني وبالتاريخ المسيحي وبأمجاد الإمبراطورية الرومانية، وأن الفاتحين من العرب بين قوسين هم غزاة محتلين قاموا بنشر الإسلام على حساب الديانة المسيحية. بعد انتهاء حكم نابليون تم القضاء نهائيا على وهم المملكة العربية في الجزائر الذي لوح به هذا الأخ، وعرفت عملية الاستيلاء على الأراضي أوج قوتها. نتيجة للسطو على الأراضي والاستغلال البشع لليد العاملة الجزائرية، استطاع المعمرون أن يبنوا قرى ومساكن مريحة لا تختلف عما ألفوا في أوطانهم يتلذذون فيها بحلاوة الحياة. Les amoureux se retournent, ils découvrent un village tout pareil à ceux que vous connaissez, avec son monument aux morts aussi banal que les autres, avec son grand homme en bronze au pied duquel s'amusent les enfants. بينما ساءت أحوال الأهالي وتدهور مستواهم التعليمي والثقافي، وانتشرت نظرة الازدراء والاحتقار إليهم حتى في أوساط اليسار الأوروبي. لقد عمل الاستعمار على فرنسة الأرض الجزائرية، وأصبحت أسماء السفاحين والمجرمين الغزاة تطلق على القرى والمدن، وسعى إلى التذكير بغلبته وسيطرته وفرضه للأمر الواقع الاستعماري، وعمل على تحسيس الأهالي بأنهم غرباء عن أرضهم ووطنهم، ومن الجهة المقابلة عمل على طمأنة المعمرين ليشعروا بأنهم أصحاب حق على الأرض، وأن الجزائر امتداد للوطن الأم، وبمختلف الأساليب الإغرائية عاملت الآلة الدعائية لجلب استثمارات وأعداد أكبر من المعمرين. مقابل التشويه الذي طال قادة ورموز المقاومة والحركة التحريرية بمختلف الوسائل، نلاحظ على النقيض من ذلك محاولة تعظيم وإبراز شأن القتلة والمجرمين والسفاحين من ضباط الفرنسيين. نحن نعرف القرن التاسع عشر وقعت مجازر كبرى، وكانت أشهرها ربما مذبحة العوفية قرب وادي الحراش، ثم مذابح التي وقعت في البليدة وفي المدية، ثم المحارق التي وقعت في جبال الظهرة وغيرها. فهؤلاء الضباط الذين قاموا بهذه المذابح والمجازر ضد الإنسانية وضد العنصر البشري، عوض أن يجرموا، نلاحظ بأن الفكر الاستعماري ومنظر المدرسة الاستعمارية حاولوا تخليد هؤلاء من خلال إطلاق أسمائهم على أماكن مهمة وعامة يحتاجها الجزائري، ويبقى يلوكها بالألسن ويرددها دوماً.
فغير بعيد عن المكان الذي وقعت فيه مذبحة العوفية على ضفاف واد الحراش ومنطقة براقي الحالية والكاليتوس والأربعاء، أطلق على أكبر سوق للخضر والفواكه اسم السفاح الذي ارتكب هذه المجزرة وأباد 12,000 جزائري مرة واحدة في 1832، وهو دي روفيغو. تجند الكتاب لتبرير السطو من خلال التنكر لكل الصفات الإيجابية عند الأهالي والتهجم السافر على عقليتهم وأخلاقهم وطباعهم وعاداتهم وتدينهم. En ce qui concerne les représentations dominantes de l'arabe fin 19e, début du 20e siècle, d'une part, l'arabe en tant qu'il est musulman est effectivement pensé comme plus particulièrement violent, rebelle, indocile, difficile à soumettre, ce qui va supposer et ce qui va justifier la mise en place de dispositions répressives particulières. Par ailleurs, l'arabe partage aussi un certain nombre de traits avec le sauvage, dans la mesure où l'arabe, comme le sauvage, sont réputés paresseux, indolents, et n'avoir pas de discipline au travail. Et là aussi, là encore, ces rapports singuliers au travail vont justifier la mise en place d'un certain nombre de dispositions. La corvée par exemple, le recours dans certains cas au travail forcé contre les populations civiles, le travail forcé étant pensé à la fois comme une mesure de contrainte évidemment, comme une sorte de sanction pour la paresse native des Arabes et des Nègres, en même temps que le travail forcé est pensé comme une mesure d'éducation. نلاحظ تغيير طفيف في التعابير العنصرية، فمن حيوان متوحش أصبح في الخطاب الاستعماري رجلاً لا يؤتمن لطبيعته الشريرة اللا أخلاقية التي تجعله يعتدي على أملاك غيره، ونتيجة لذلك أصبح ينعت بالفأر بسبب السرقة والقذارة والضرر الذي يتسبب فيه. فالاستعمار الذي سرق الأراضي مما أدى إلى إفقار الأهالي وتجويعهم أعطى لنفسه بالقوة والعنف الحق كي يقيم أخلاق الجزائريين ويحكم عليهم دون تمييز أو مراعاة لظروفهم أحكاما جد سلبية تهينهم وتبرر مزيدا من الاضطهاد ضدهم. وليدي النذير كنا قاعدين لاباس في رحمة ربي، ينوض يدخل البحيرة نتاع الكولون يلقى زوج حبات تشينا نطيشي في الأرض يهزهم وياكلهم. يا دلالي الله الله، ويحكموا الكونترميتر ويبدا فيه وجايبو مكركرو، هذه تنفعك هذه تضرك هذه تنفعك هذه تضرك، ويزيد يسب فيه يا سرارقة يا صلا راس صلا راب، وقال له بالقاورية يا لو كان طلبت لي لو كان عطيتك. غاضتني في قلبي وما لقيت ما ندير، ونحكم ذاك الطفل هذه تنفعك هذه تضرك هذه تنفعك هذه تضرك، اطلقته سبدة وراح يبكي. أنا من بعد بديت نخمم، يا طفل سخف يا سيدي دخل للبحيرة يلقى زوج حبات تشينا يطيشوا في الأرض، لو كان ماكلهمش كانوا يفسدوا ويروحوا، وزيد لو كان جاو يخلصونا، لو كان وليدي ما يسرقش، وليدي لو كان جا شبعان ما يتلاحش الحاجة خاطياته وما يتلاحش الحاجة الناس خطيته. كيفاش خطيته؟ هيا قولوا لي كيفاش خطيته؟ وتشينا هذه ماهيش مغروسه في ارضنا وباش مسقيه ماهيش بدمنا وعرقنا، ويقولوا علينا سراقين. كنت حاب نقول له زوج كلمات مسكمين نفهموا شكون السراق انا والله هو، بصح ما قلتلوش ما قدرتش، كرهت روحي على خاطر ما قدرتش نهضر معاه، ورحت برد الزعافي في الطفل. واش دير؟ في الخطاب الكولونيالي كثيرا ما يتهم الجزائري بأنه عنيف
وأن تصرفاته لا عقلانية، وأن هذه الصفة الأساسية في كيانه ناتجة عن خصائص عرقية وراثية. وتذهب السلطات العلمية والقمعية إلى أنه يحب سفك الدماء، كما أنه يرتكب جرائم لأتفه الأسباب. وكل هذا راجع حسب النظريات المسيطرة في مجال الطب العقلي إلى نقص في نضج أجزاء المخ التي تتحكم في الانفعالات وتمارس العمليات الفكرية المتطورة. ينتقد فرانس فانون هذه النظريات العنصرية، ويبين بأن الظلم الاستعماري والظروف البائسة التي فرضت على الأهالي هي سبب العنف الذي يوجه بصفة خاصة ضد الأهالي أنفسهم. ففي عالم منفصل عن العالم الأوروبي لا يمكن للأهالي إلا الدخول في صراع فيما بينهم من أجل الحياة، ولا يمكن لهم إلا تفجير مخزون غضبهم على بعضهم البعض. يا ميتي ولي الشيطان هو اللي راهو عامل لك هاد الشوفات الكل في بالك يا بنيتي. الله يعطيك هما في فراشك، علاش قبلتي تجي لعندي؟ علاش ما قعدتيش في دارو؟ وانا واش في يدي نعمل يا بنيتي؟ ويلاحظ فرانس فانون أن العنف الناتج عن الحرمان والإهانة والغضب يتلاشى ويزول في خضم المعركة من أجل التحرر والكرامة، بعد أن يدرك المستعمر أن سبب شقائه ليس أخيه أو جاره، وإنما النظام الاستعماري. فاطمة ثاني هكذا يصرى لها، هضرة زوج تشطرطاخ وتروح تجري تبكي، ومن بعيدة ماهوش قدامية، من بعيد تبدأ تعيط محقورتي عايشة أختي. هي تقول لي ذيك الكلمة يا خاوتي، وأنا زيد يطلع لي الزعاف للراس ونلحقها، هذه تنفعك هذه تضرك، هذه تنفعك هذه تضرك، نطلقها سبتة كبنها. على بالي على بالي ما كان لها تقولوا لي عندها الحق، إيه عندها الحق، محقورتي عايشة أختي، بصح ما تقولهاش قدام الذراري. أصدي راني راجل وما تبدأش تطيح بيا قدام الذرارية، واش ندير؟ ها واش ندير؟ يا يالله غالب، لو كان نحل فمي مع الكولون قادر يحوزني ونموت بالشر، وقادر نزعف ونخلطها، يا ونخلطها نقطو لك شما ندير فيه. يا كما يقولوا علينا دمنا سخون، ها وكي نتهولوا ما نعرفوش واش ندير، وما نعرفو حتى يا لو كان نحسبوا ما نعرفوش. الزعاف والذل اللي تحملناه هذو سنين وكل يطلع للراس ونبداو. سبحان الله سبحان الله، يحرمونا من ثمرة عرقنا ويجوعونا، ومن بعد يتصدقوا علينا ولازم احنا ينقولهم ميرسي مسيو مليحة هذه، ونزيدوا نسلموا على يديهم. بالصح الشه الشه، احنا اللي رضينا بالذل نستاهلوا. لتبرير الوضع البائس الذي وصل إليه الشعب الجزائري والمجاعات التي تعرض لها، يجد المستعمر يلقي باللوم على الأهالي، فبالنسبة له مصائبهم ناتجة عن سوء التقدير واللاعقلانية في التصرف، ويربطون هذه الصفة بخضوعهم للفكر الديني وإيمانهم بالقدر. فبالنسبة للدعاية الاستعمارية، كان أصحاب الأراضي يبيعون أراضيهم للمضاربين بسبب الأسعار المرتفعة التي تمنح لهم، دون أن يفكروا في مستقبلهم ومستقبل أولادهم. والحقيقة أن الأهالي كانوا مضطرين بالقوة لتحمل أعباء ضرائب لا تطاق، ويلجؤون إلى رهن أراضيهم أو بيعها لتسديد ديونهم في غالبية الأحيان. فالفلاح الجزائري نتيجة لعبء الضرائب والمضايقات المختلفة فقد القدرة على الادخار ومواجهة الطوارئ. قرب العيد ولازم نشري ذبيحة، يا ذراري عندهم وقت ما كلوش اللحم، وإلا خفت نكذب من نهار زارني خويا وولاده سلفت شوية صوارد وشريت له دجاجة. خوك جاك ما تضيفوش، ورحت للمعلم نتاعي وقلت له يا راجل يعني لو كان يعني تقدر يعني تسبق لي شوية من صوارد شهرية مسح بيا الأرض. قال لي انتم العرب ما تعرفوش تتصرفوا في صواردكم، تخموا غرف الزرد. وخوك هذا علاه جاي يتحكك عليك؟ علاه
يا اخي على بالو بلي الصوارد اللي عندك ما كيفيهوش حتى توكل ولادك، لا جاي يتحكك. وزيد انا ما رانيش هنا باش ندير مزيه في خوك، راني حاب نعرف كيفاش هما يقدروا يتصرفوا في السويردات هذو اللي راهم يعطيهم لي. كيفاش ما يعرفش باللي تحسب وتفكر في المستقبل الا اذا كانوا صوارد كي ما يكونوش. تخمم في نهارك وما نعرف. يا هما الذبيحه نتاعنا دايرينها تبذير، ما راهم شايفين واش راهم يديروا في راس العام وفي النوال وما شابه ذلك. بصح كي ترجع في العربي ما لازمش يفرح، ما لازمش ياكل، زادونا حتى الغرامة ما تعكبش العيد. يا عجبا يا ربي في الفرح نتاعهم الدولة تعاونهم وحنا تنحينا. هيا قولوا لي هذا منكر والله واش؟ ها منكر والله واش؟ بصح معليش كاين ربي. وقد كانت نظريات التمييز العنصري سلاحا في يد الكولون الذي كان يرفض رفضا باتا سياسات الإدمان. Les débats à la fin du 19e et au début du 20e siècle prouvent que très vite l'assimilation est abandonnée au profit d'une politique de domination et de soumission qui repose entre autres sur l'idée au fond que les différences qui séparent l'arabe comme on le dit à l'époque des Européens, ou a fortiori, si je puis dire, le nègre, comme on le dit aussi à l'époque, ces différences sont extrêmement importantes et qu'elles ne pourront être levées ou atténuées qu'à très long terme. Et la politique d'assimilation qui a fait effectivement l'objet de débats très importants, à la fois au plan politique et au plan académique et universitaire, est de facto abandonnée à la fin du 19e et au début du 20e siècle. حولت الدعاية الكولونيالية وضع البؤس والحرمان الذي كان يعيشه الأطفال الجزائريين وعدم تمدرسهم إلى أمر مألوف ومقبول، فقدرهم أن يتصارعوا من أجل تلميع أحذية الكولون دون أن يطلب منهم ذلك. فكأن هذه الصور التي نجد مثيلاتها في بعض الكتب المدرسية تريد أن توهم الجزائري بأن غباءه وأنانيته هما سبب شقائه وأن الاستعمار لا دخل له في ذلك. لقد أصبحت صور مسيحي الأحذية والحمالين ونساء سقطن في هاوية الدعارة بطاقة زيارة لبلد مستباح الكرامة والشرف، يستلذ المستعمر بإهانته والتأكيد على مظاهر خضوعه. ويظهر الفشل الذريع لوهم الإدماج من خلال إقصاء غالبية الأطفال الجزائريين من المدرسة. وعندما كان الطفل الجزائري يجد مكاناً على مقاعدها فقد كان التمدرس يمثل تضحية كبيرة بالنسبة للأولياء، وكان يتم في ظروف صعبة، ويتعرض الطفل الجزائري لممارسات الإهانة والتفرقة العنصرية. On a essayé de faire des leurs pour les Algériens, disant que la France est généreuse, elle scolarise vos enfants. Mais les conditions de scolarité n'étaient pas identiques comme ceux des enfants européens. On était les exclus et les pourchassés et les chassés de l'école en disant que vous venez, vous avez le droit d'être scolarisé. Mais quand j'ai faim, comment voulez-vous que j'aille à l'école avec un ventre creux ? C'est-à-dire qu'on crée les conditions de notre exclusion en disant on vous a pas exclu hein, vous devez être là parmi nous. لقد قبل الجزائريون النظام المدرسي الفرنسي مكرهين بعد ان قام المستعمر بخنق النظام التعليمي الجزائري لمواجهه المقاومه التي كانت تنطلق من الزوايا. احمد توفيق المدني في كتابه كتاب الجزائر الذي صدر في سنه 1931 أن فرنسا
قد أعطت ميزانية 50% من ميزانية تأسيس المدارس لمنطقة القبائل، و 50% المتبقية وزعتها على باقي الجزائر. كل هذا من أجل القضاء على الزوايا التي القوية المعروفة في منطقة القبائل، التي جندت الشعب ضد الفرنساويين يعني ابتداء من معركة اسطوالي، ثم الشيخ بن عراب وفاطمة سمر وإلى آخره الشيخ حداد. فهذه الزوايا في منطقة القبائل التي كانت تعلم اللغة العربية وتلقن القرآن والعلوم الإسلامية، إذن القضاء عليها كيفاش؟ عن طريق بناء المدارس. لقد تأثرت المدرسة الفرنسية في الجزائر بالأفكار العنصرية وساهمت في نشرها، كما ساهمت في عملية الاستلاب الكولونيالي والتهديم المعنوي، من حيث ضرب اللغة العربية وفرض اللغة الفرنسية كلغة أساسية وفرض معها محتويات تعليمية لا علاقة لها بالبيئة الجزائرية، كما سعت من جهة أخرى وبأساليب مختلفة لزرع الاحتقار الذاتي والشعور بالدونية حتى يقبل الجزائري بالسلطة الاستعمارية. La chambre à coucher. Cette nuit, je me coucherai tout habillé par terre sur une natte. Le petit français entrera dans sa chambre à coucher. Il allumera la bougie qui est dans le bougeoir. Le directeur de l'éducation à l'époque, c'est un inspecteur qui s'occupait du programme en 1893, souligne que l'Algérien est un prévoyant. Le Jazéri, qu'il manque d'ordre, il n'est pas ordonné, il est défiant, quel mazouj, il défie les autres, il est soupçonnant. Il est vindicatif, il est haineux, malveillant. Vous voyez un peu les termes, violent, intolérant, fanatique. L'importance de la vérité lui échappe souvent et l'intérêt personnel c'est son seul guide. On nous donne une leçon que j'ai apprise quand j'étais gosse. Le départ des tirailleurs, il permettait, je dis ça parce que c'est tellement important. Plus éplorés, plus exubérantes, les musulmanes s'étaient réunis en un groupe blanc dans un coin de la gare et balançant frénétiquement leur corps, hochant la tête, elles chantaient en chœur de funèbres lamentations. Adieu, disait-il, etc. Mais voici que quelques tirailleurs, sergents, officiers, indigènes sortent des rangs. Ils sont exaspérés par le vacarme de leurs épouses et de leurs sœurs. Ils rougissent de cette exubérance de leurs femmes devant leurs compagnons d'armes. Ils viennent à elles et sans lever les yeux d'une voix irritée. C'est assez faire remarquer notre race par vos douleurs bruyantes. C'est-à-dire que le tirailleur, le sergent, l'officier indigène a honte des coutumes de sa famille, a honte de sa femme, a honte de sa mère, a honte de tout ce qui est valeur culturelle. Elles valent ce qu'elles valent, notre culture. Mais on nous apprend à avoir honte. Ali et René. Je dis à Ali et à René, mangez le bonbon. René mange le bonbon. Ali mange le cahier. Ali mange le tableau. Ali mange le caillou. Ali mange le chiffon. Ali mange le papier. Ali mange la craie jaune. Ali ne mange pas le bonbon. Ali est un âne. بالإضافة إلى الإدعاءات المتعلقة بنشر العلم والمعرفة، ارتكزت الدعاية الكولونيالية على حرص الاستعمار على توفير الصحة والعلاج الحديث للأهالي. فالخطاب حول الصحة كان يعمل على إظهار حسن صانع الاستعمار وكرم فرنسا الأم من جهة، ويؤكد على تأخر العقلية الجزائرية التي حسب التفسيرات الكولونيالية كانت تتمسك بأساليب العلاج التقليدي لأنها ترفض التقدم والحضارة. وهذا التبرير لضعف المنظومة الصحية الكولونيالية وفشلها في مواجهة الكثير من الأمراض المعدية
والناتجة عن الفقر وسوء التغذية وقلة النظافة وظروف السكن غير الصحية يخفي عوامل متعددة تفسر هذا الضعف. وبصفة خاصة يتنكر هذا التبرير لقلة الاستثمارات في مجال الصحة لفائدة الأهالي ولعوامل تتعلق بالجهل الذي كان مخيماً على المجتمع الجزائري، وبقلة الثقة في الطب الكولونيالي وصعوبة الاتصال بين الأهالي والمؤسسات الكولونيالية عامة. أي سيدي ذيك الخطرة قالوا لنا حزوا العائلة وهزوا الذراري وروحوا يفسدوا لكم تركم لبرا. إيه ما والله ما كذبت، نتاع التبركيلوز ولا تيفيس ولا مرض واحد آخر. وقالوا لنا يا سي اللي ما يروحش راهم يا يسلكوه غرامه يدخلوه الحبس. وبيناتنا انايا ما كان عندي سوارد باش نسلك الغرامه، ما كنت باغي نروح الحبس، والله ما كنت باغي. حسيت المراه وحسيت الذراري ورحت للطبيب هذا. اسيدي استنينا دالتنا ادخلنا، بصح واش صرا السي طبيب كي دخلنا ما دارناش الفصدع، ما فزتش المراه ولا الذراري. قاعد يشوف في المرأة يا سي. ايه والله ما يخصك غير يشوف فيها. يشوف فيها ويقول ايه والله يا سيدي. وبالقورية راكي باية يا سيدي، هو يقول راكي باية وانا الدم بدا يفور. وزاد واش قال لها سيد راه مستحفظ بيك؟ والله لا زاد فار الدم، زاد فار الدم تاعي. وزاد قال لها راه يضرب فيك؟ والله لا شوف سيدي اتسني انا نضرك انا ومرتي لا نضربها ولا ما نضربهاش. هيا سيدي هيا. وانا يا سي الطبيب رحت لك انا قعدت مع المراه نتاعك وسقسيتها لا راك تضرب فيها والله لا رحت انا في المراه نتاعك وشفتها لا باهيه والله مش باهيه ولا عاد باهيه. رحت قلت لها راكي باهيه والله تحرميت وليد الكلب. هيا واش دخلوا فينا؟ هيا واش دخلوا فينا؟ سيدي هذو الكبر هذو حتى كي داويونا يذلونا وما يحترموناش. ما شفتوش القاوري كيفاش يهضر مع انسانه؟ لا يقولها مازمازيل ولا مدام ولا وكل يسميهم فاطمه. جاب لهم ربي باللي انسانه اكل واسمهم فاطمه. مش هذا الثاره هذه؟ مش هذا الدخس؟ ها؟ انا ما نكذبش عليكم، انا فار الدم وطلع لي الدخان الفوق، ازعفت وليت ما نضويش. هزيت المراه نتاعي وهزيت ذراري وقلت له والله مالتي تقيسهم. ايا روحت السيد جرى ورايا وقال لي ياه، وقال لي له واش كاين واش صرا؟ قلت له مسيو حرام بيشي ما كانش، ربي ما قالش هكا، ما تشوفليش في مرتي. ناضي ضحك عليا وقال لي يا حسره هي، وبالقوريه قال لي يا حسره هي حسره، انتم كلش عندكم حرام اسباس دو فاناتيك، يعني مسكر، يعني انا ما نحبش التقدم والعلم. شوف يا سيدي يتسمى حنا اللي متعصبين، يتسمى حنا اللي ما نحبوش العلم والتقدم. ياه هيا سيدي الطبيب هذا كي عاد متقدم ومتعلم. التقدم هذا والتعلم وش قالوا؟ قالوا افضل للناس ولا قالوا اتلحن سر الرجال واكسر حرمتهم؟ ها ومن وقت هذا المستعمر هذا القوري يحب لنا الخير ويحب يداوينا ويحمينا من المراض زعمات هيك؟ ها من وقتاه يجوعونا ويميزرونا ومن بعد يحبوا يقولوا لنا رانا نخموا على صحتكم تك وعدي. كان الاحتلال كارثيا بالنسبه للمدن الجزائريه، فقد كان من الممكن بالنسبه للمستعمر ان يبني مدنا جديده، ولكنه في بدايه الاحتلال فضل ان يفرض تواجده في قلب المدن القديمة وأن يفرض النمط المعماري الأوروبي، ومن أجل ذلك أخذ يهدم البيوت والمساجد والقصور لينشئ الساحات والعمارات ذات الطابع الأوروبي. بالنسبة لما نسمي بساحتو هذا فكان تقريبا مكان استعراض الجيوش واحتفال الأعياد الوطنية الفرنسية. وهنا نلاحظوا باللي هذا الحي سفلي القصبة كان عبارة عن حي داري وتجاري في العهد العثماني، ونقدر نقول بلي فيه يعني طمس فيها مهمة من المدينة.
لقد عبر بكل وقاحة عن احتقاره للمعمار الأصيل وعدم قدرته على تفهم الأسس المعمارية والجمالية للعمران الجزائري، معتبرا أن التقدم يفرض فرنسة العمران وفرض أنماط بناء لا تتماشى والبيئة الطبيعية والثقافية للجزائر. منذ الولاية الأولى لما دخل الاستعمار الفرنسي بهذا الربوع بمدينة لمسان، فأخذ يغير كل ملامح تراث وتاريخ تلمسان، وأيضا يمحو كل بقايا ومخلفات هذا التراث، هذه الثقافة الضاربة في الزمن في التاريخ، فقام بطمسها حتى لا يترك للأهالي للجزائريين مراجعهم التاريخية، مراجعهم الحضارية. مع بداية القرن العشرين وظهور الحاجة إلى تجنيد الجزائريين في الجيوش الفرنسية بأعداد أكبر، تبنت السلطات الفرنسية سياسة مهادنة ومحاولة استيعاب بعض مظاهر الثقافة العربية الإسلامية مع إفراغها من قيمها وتحويلها عن وظائفها التقليدية. فنرى مثلا الحاكم العام جونار يبادر ببناء مدارس مزدوجة اللغة فرانكو ميزوما بالجزائر العاصمة ثم مدن كبيرة أخرى، وهي تعبر من حيث نمطها المعماري الإسلامي عن رغبة في إعادة الاعتبار لبعض مظاهر الثقافة الجزائرية واعتراف متأخر للقيم الجمالية للمعمار العربي الإسلامي، ومحاولة لخلق مثقفين باللغتين العربية والفرنسية يمكن أن يساعد الإدارة في علاقاتها بالأهل. مع الذكرى المئوية لاستعمار الجزائر جاءت فترة الحوصلة والتقييد، ومن خلال الاحتفالات الضخمة التي نظمت مجدت فرنسا رموز الاستعمار واعتبرت أن ما فعلوه يستحق الشكر والتنويه. كانت فرصة للتأكيد على بعض الأساطير التي نسجها الفكر الاستعماري، وبصفة خاصة أسطورة إحياء الأرض الجزائرية بالسواعد الأوروبية. هذه الأرض التي كانت بالنسبة لهم مهملة منذ رحيل الرومان. Centenaire de sa transformation en commune de plein exercice, le gouverneur général Monsieur Léonard est venu exalter l'œuvre des pionniers d'Algérie. Devant le monument qui rappelle le miracle de la Mitidja, le gouverneur général a pu dire « L'Algérie française est bien moins l'œuvre de l'épée que de la charrue. » Parmi les mythes coloniaux, on raconte toujours qu'il y a une terre qui n'a pas de peuple. Et donc il faut aller... On va envoyer un peuple qui n'a pas de terre. C'est exactement ce qu'ils ont dit pour les États-Unis. Ce mythe de la terre sans peuple au peuple sans terre, il a deux conséquences. La première conséquence, c'est que le peuple qu'on trouve sur place, ce n'est pas un peuple. La deuxième conséquence, c'est quand vous ne pouvez pas dire, c'est impossible de dire qu'il n'y a pas de peuple du tout. C'est le cas de l'Algérie. Alors ils vont inventer, ils vont trouver l'explication qui va tout effacer. La Mitidja était un marécage. Et dans toute l'histoire d'Algérie coloniale, les colonialistes vont parler de la Mitidja. Quand nous sommes venus, c'était un marécage, malsain, plein de moustiques, nous l'avons drainé et nous avons construit une très belle économie agricole. C'est pas vrai, parce que l'Algérie, en 1830,
L'Algérie était un pays exportateur net sur le plan agricole, sur le plan de l'élevage. Voilà comment, à propos de la mutilation, comment toute l'histoire de l'Algérie a disparu dans le mythe. Il n'y a plus d'Alger, il n'y a plus de Coléa, il n'y a plus de Blida, il n'y a plus d'Oran, il n'y a plus de Constantine. Il n'y a plus toutes ces places fortes. L'Algérie a été réduite à la Mitidja, un pays, un coin de la Mitidja. Et on va construire donc l'autre mythe, l'autre image mythique du colon, c'est celui qui a la charrue, celui qui a la pioche. Ils ne travaillent pas, ils n'ont jamais travaillé la terre, c'est les Arabes qui travaillent la terre. ما يميز سنة 1930 هو رد الفعل المنظم والعصري للحركة الوطنية على البروباغندا الاستعمارية. فتحت مظلة الحزب الشيوعي لجأت إلى أساليب الدعاية المضادة عن طريق اللافتات الإشهارية لكي تفضح أكاذيب الاستعمار وتطالب باستقلال المستعمر. ومن خلال تعنيف اللغة والتعسف استعمالها نجد الكثير من الكتاب ورجال السياسة يلغون صفة الانتماء للجزائر عن الأهالي وتطلق تسمية الجزائريين على الشعب الجديد المكون من المستوطنين الذين جاءوا من مختلف أصقاع أوروبا. وهم في كلامهم عن هذا الشعب الجديد يرفعون من شأنه ويرون فيه نموذجا أخلاقيا للشعب المثابر الذي في رأيهم بشجاعته وصفاته النبيلة استطاع أن يواجه صعوبات البيئة وعداوة الإنسان لينشر الحضارة ويساهم في إعادة إحياء المسيحية. Les Grecs vont leur donner le mythe clé, le mythe des mythes qui va leur permettre de se présenter comme une race supérieure, comme des demi-dieux. C'est le mythe de Prométhée. Hein, Prométhée, donc, c'est un demi-dieu qui va aider les hommes, qui va voler le feu à Zeus, qui va voler le feu aux dieux, et il va le donner aux hommes. Or, le feu, c'est la base de la civilisation. Ils ont besoin donc de cette mythologie grecque pour se présenter comme ceux qui ramènent le feu aux autres peuples. Et donc, du coup, ils deviennent encore plus exceptionnels. Ils ne sont plus des êtres humains. Ils sont des demi-dieux. Les automobilistes s'impatientent facilement, pressés de dépasser qui les précède, de parvenir vite au but. Car les Algérois aiment l'action concrète, les résultats tangibles. Les enfants sont drus, volontaires. Ils s'adonnent ardemment aux jeux qui les préparent au sport où excelle la jeunesse algéroise. Elles aiment les arts, le théâtre, la musique. Le cinéma leur plaît surtout dans les beaux quartiers comme dans les salles de faubourg. يعتبر ألبير كامو الناطق الأدبي والفلسفي لهذا الشعب الجديد الذي رفع من شأنه واعتبره حاملا ومعبرا عن قيم فلسفية جديدة. Tout ce qu'il a écrit Camus. Les gens, ils vont occulter quelque chose de très important dans la construction de la pensée raciste, dans la construction de la pensée colonialiste. Il va dire et affirmer à travers la pièce de théâtre, ses romans, ses articles, que le peuple qui était en Algérie était un nouveau peuple. Un peuple qui avait une nouvelle énergie mentale, une nouvelle force physique. Un peuple qui lui rappelait les peuples grecs, avec cette jeunesse grecque. Vous savez, les statues grecques, comment ils sont, c'est des sportifs, ils ont les Jeux Olympiques, ils savent se battre. Il a commencé par dire cela parce qu'il préparait, lui, avec tout un courant politique chez les pieds noirs, qu'on a les algérianistes,
Parce que les Algériens, quand ils parlaient d'Algériens, ils parlaient d'eux. Les autres, ce n'est pas des Algériens, c'est des Arabes. C'est des Arabes, c'est le magma. Kifkif, Chab, Bichem, tout ça, c'est des Arabes. Où ils parlaient alors des Kabyles. Des Kabyles, ça veut dire des Berbères de Kabylie. De tous les autres Berbères, c'est des Arabes. En fait, ils voulaient, en parlant d'un peuple neuf, à la fois dire que c'est le peuple prométhéen, celui qui nous avait ramené le feu, qui avait volé le feu aux dieux pour le ramener ici en terre d'Algérie. Comprenez-moi bien, s'ils ont volé le feu aux dieux, c'est que ce n'est pas la France qui a ramené la civilisation, c'est eux. C'est ça l'astuce. Deuxièmement, si c'est un peuple neuf, et donc ce n'est pas des Français. Donc c'est un nouveau peuple qui a besoin de sa propre indépendance. يدرك المستعمر في عمق نفسه أن سلطته سلطة لا مشروعة، وهو عندما لا يتلذذ برؤية شقاء ومآسي وعذاب الأهالي نجده يلجأ إلى الأبوية التي هي في آن واحد تكرس اللامساواة وتحاول إضفاء بريق مزيف من المشاعر الإنسانية على علاقة العنف والإكراه والاستغلال التي تمثل حقيقة النظام الاستعماري. فالمستعمر ينظر إليه كطفل صغير لا يعرف مصلحته، والمستعمر ينظر إلى نفسه كحامل مهمة إنسانية تتمثل في تربية وترقية الشعوب الخاضعة. في العلاقة الأبوية التي يسعى المستعمر إلى إقامتها مع الأهالي نجده يؤكد على الصدقة وعلى حسن صنيع النظام الاستعماري. في يسار المشهد السياسي والفكري نجد كتاباً ورجال سياسة ينتقدون الأفكار العنصرية التي تفسر تخلف العرب ويرجعون السبب للعقلية الناتجة عن الإسلام. L'islam est présenté comme étant par essence une religion de guerre, comme étant par essence une religion incompatible avec le progrès des sciences et des techniques, et donc incompatible avec le progrès. L'islam est par ailleurs aussi pensé comme une religion hostile aux femmes et très négative du point de vue de la condition féminine. L'ensemble de ces traits, pensé comme essentiel par la plupart des analystes de la fin du 19e et du début du 20e siècle, permettent pour cela, pour ses contemporains, permettent de fonder au fond l'analyse que l'islam et la civilisation qui en découle, si je puis dire, est évidemment inférieure à la civilisation chrétienne et à la civilisation européenne. وباللي التعصب هذا يعني خشنة الرأس هو اللي راح يخليكم هكذا متوخرين وميزرين. شوف سيدي، اسمع، احنا المتعصبين ياوا احنا يلي نقعدوا متوخرين وميزرين، انتم خاطي، انتم حاشا لله. شوف سيدي، وعلاش هما ما يلبسوش لبستنا؟ واش بها حوايجنا؟ كش ما كاين لبس اخر من السروال العربي؟ كش ما كاين خير من البرنوس والعباية والكشطة؟ ويقولوا علينا ما نحبوش النصارى، احنا ما نحبوش النصارى، وعلاه انتم ما تحبونا؟ وكي دخلتوا كش ما خليتوا جوامع يا اخي؟ قلبتوهم وكل كنايس، واللي ما قلبتوهاش كنيسة قلبتوها زريبة. وزيد يا مسيو جاك، انا مسمي وليدي عيسى، وانت مسمي وليدك محمد؟ رغم أن الاستعمار كان يرفض الاندماج والمساواة في الحقوق، إلا أنه لم يدخر جهدا لإفقاد المجتمع الجزائري هويته المتميزة. فقد شن حربا على حايك المرأة الجزائرية لأنه أصبح رمزا للمقاومة الثقافية للمجتمع الجزائري، واعتبر الاستعمار إسقاطه السبيل لتفكيك المجتمع الجزائري من الداخل وذوبانه في الثقافة والقيم الأوروبية وانتصارا لما كان يعتبره الحضارة. لقد فشل في هذه الحرب على الحايك لأن المجتمع الجزائري قد أدرك أن هم الاستعمار الأول لم يكن ترقية المرأة بقدر ما كان إهانة الجزائري وكسر حرمة بيته وفرض الرضوخ النهائي والتام لثقافة وقيم أجنبية
أصبحت متعفنة نظرا لتوظيفها في إطار مشروع تهديمي يكرس الاضطهاد والتسلط والاستغلال. إن التشبث بالحايك لم يكن تشبثا بقيم بالية كما يعتقد البعض، لأن المجتمع الجزائري في خضم الصراع المسلح مع الاستعمار استطاع تجاوز الكثير من التقاليد المرتبطة بوضع المرأة، وانخرطت المرأة بعيدا عن الرقابة العائلية وبكل فخر واعتزاز في حرب التحرير الوطنية في المدن والجبال. لقد ضحى الشعب الجزائري بالنفس والنفيس من أجل الحرية والانعتاق، ولكن هل تم القضاء على الاستيلاب والتبعية الفكرية؟ وهل تحققت طموحات الثورة في بناء الرجل الجزائري الجديد؟ وماذا يجب فعله لإكمال مسار التحرر والانتقال من الاستقلال السياسي إلى الاستقلال الثقافي والفكري؟ لازلنا بعد أكثر من 50 سنة من الاستقلال نلاحظ اضطرابا في لغتنا اليومية وازدواجية ثقافية وفكرية تجعل التعايش بين العصرنة والأصالة تعايشا متوترا، لأن العصرنة فرضت علينا بقهر السلاح وهي نتاج غزو فكري وحضاري وليست نتاج تطور طبيعي للمجتمع. كما نلاحظ تداول بعض العبارات والأفكار التي زرعها الاستعمار، فنسمع البعض يتكلم عن الجنس العربي والجنس الأمازيغي رغم أن الكلام عن العرق أو الجنس ثبت عدم صحته العلمية، ورغم الاختلاط الكبير بين المجموعات البشرية. كما نسمع كلام فيه احتقار كبير لأنفسنا، وهو صدى لأفكار وعبارات كانت شائعة في الزمن الاستعماري. وكمثال على ذلك نسمع الكلام عن لو ترافاي اراب او العرب مسخين او العرب ما يفهم غير بالدبوز، وهي أفكار عنصرية تهرب من التفسير العلمي والموضوعي للواقع وتبعدنا عن هذا التفسير. محاولة ضمان الاستمرارية لهذا الفكر الاستعماري والحفاظ على هذا الموروث وهذا الفكر الكولونيالي أصدرت مؤخرا الدولة الفرنسية قانون تمجيد الاستعمار، والذي صدر في فبراير 2005 وكان يركز على العناصر التي ذكرناها سابقا من خلال إعطاء الصورة الحسنة الصورة البيضاوية لتصرفات القادة العسكريين أثناء القرن 19 والقرن 20، ومنع ربما الحديث عن الجرائم الاستعمارية وعن المساس بهؤلاء السفاحين وأيضا حتى المتعاونين معهم. On a effectivement assisté dans les années 2005 à une réhabilitation de ce que j'appelle le discours impérial républicain qui a donné lieu à la loi du 23 février 2005 qui est, faut-il le rappeler, une exception à double titre. Une exception parce que la France est la seule ancienne puissance coloniale qui a cru bon de sanctionner une interprétation positive de ce passé colonial. L'autre exception étant que la France est le seul État démocratique à s'être engagé dans cette voie. Le 4 a été retiré, mais rappelez que la loi du 23 février 2005 est toujours une loi de la République, demeure aujourd'hui cependant le reste de la loi, et notamment l'article 1er de la loi qui établit le caractère positif de la colonisation. De ce point de vue-là, on serait en droit d'attendre de l'actuelle majorité socialiste qu'elle abroge cette loi. سبيل اليوم للخروج من الأزمات الفكرية التي نتجت عن العنف الاستعماري يكمن في الرجوع إلى تراثنا والبحث فيه
عن أسباب الافتخار والثقة في النفس والوحدة الوطنية والعقلانية والإبداع والأخلاق الاجتماعية التي تدفع بنا لتجاوز الضعف ومواجهة تحديات عالم لا يرحم، ويكمن كذلك السبيل في الوعي بهذا التأثير الذي لا زال متواجدا ومواجهته عن طريق المدرسة. ويجب أن نصل إلى مرحلة نرفض فيها الانبهار والتقليد الأعمى لثقافة وحضارة رغم تفوقها العلمي والتقني. كما أن الوضع اليوم العالمي يفرض علينا النضال من أجل الاعتراف بالاستعمار كجريمة ضد الشعوب، كما هو الحال بالنسبة لمعاداة السامية، لأن الأفكار النازية ليست إلا ترجمة للأفكار العنصرية التي بررت الاستعمار وأدت إليه. فتجريم الاستعمار سيسقط كل مشروعية على أشكال جديدة للاستعمار بصفة خاصة في فلسطين، ويؤدي إلى المطالبة بتعويضات هي من حقنا. في الحرب الهلم والشعار